هي بداية أشغال تهيئة وتزيين ساحة المدرسة الابتدائية لسعدان ببلدية درقينة، أشغال بادر فيها شباب متطوعين منضوين في جمعية دوكال. وتتمثل هذه المرحلة الأولى من الأشغال تسطيح الساحة بالخرسانة من نوع المطك والشفاف. On va entamer dans un autre grand projet, c'est le maticole première en Sadan. Nous avons démarré le maticole qui est allé à 6 heures. Alhamdoulilah, nous avons dit que nous avons dit soit les amis de l'association, l'Ansigit Smaël, l'Ansigit Bourjmira, l'Ansigit Tizim Char, l'entrepreneur Antichman Battal, alhamdoulilah. يونيت اسماعيل افانغ يحيوي افانغ مالاكسور بطل كيف كيف لا لي زاميد برناض لا كرافيه تا كتوالي لا لي زاميد برناض سيما انشكرين مره. دعم من هنا وهناك بمختلف الوسائل والمواد تلقاها النشطاء في الجمعيه، الشيء الذي شجعهم على المضي في تتمه باقي مراحل هذا المشروع الخيري. سي هذا سي بزاف مازال لي طرافو دي كملنت، ان شاء الله يدي لي معاونه نكثر، ماذا بنا يدي لي معاونه خاطر البريمير ماشي لاسوسياسيون حدث، البريمير نساعدها مره، نديت بوجيت مره، نومريج مره، البريمير تفضيت ساعدها نديت بوجيت نومريج ماشي نساعدها. الور ماذا بنا ديروا لنا نعاونن، بالك اللي يخص شويه السيمات، شويه لاكرافيت، ماذا بنا وين يقزم ندي في نافوس، يغني غاون يغدير لنا كران السيمة لاكرافيت. هذه المبادرة ليست الأولى التي يطلقها هؤلاء الشباب، وذلك في أقل من عامين من تأسيسهم وانخراطهم في هذه الجمعية الخيرية إمدوكال.